إذا كانت الأبنية على القبور بدعة، فلماذا نرى مرقد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا زال مشيدا إلى الآن؟ وإذا لم يكن في ذلك إشكال، فلماذا هدمت تلك المراقد المطهرة؟ كيف يحلون هذا التناقض الكامن في ذات هذه العملية؟ القرآن الكريم يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع. لاحظوا السيوطي وهو من كبار علمائهم في كتابه الدر المنثور ينقل هذه الرواية عندما نزلت هذه الآية المباركة: في بيوت أذن الله أن ترفع. قام رجل وقال: يا رسول الله، ما هي هذه البيوت؟ فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إنها بيوت الأنبياء. فقام أبو بكر كما ينقل السيوطي وأشار إلى بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما وقال: هل هذه منها؟ فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: نعم، من أفاضلها. هذه البيوت أذن الله أن ترفع. وهل يتم رفع هذه البيوت التي أذن الله في رفعها بهدمها وتحويلها إلى يباب وتعريضها لأشعة الشمس والأمطار والرياح وما أشبه ذلك؟